شو اللي خلق هذا التحول من فريق محل امتعاض من قبل جماهيره محليا من قبل متابعين في هذه المشاركه في نصفها الاول الى فريق يفرد عضلاته بهذه السطوه امام الغرافه الدوافع اللي كانت موجوده قبل المباراه ظروف المباراه نفسها اسامه انك اليوم ترى للامانه رغم النتيجه ترى انت تلعب ضد المتصدر في النهايه تلعب ضد الفريق اللي كان حاصل على اعلى نقاط في هذه المجموعه تلعب ضد الغرافه اللي شكله في البطولة إلى ما قبل هذه المباراة كان شكل وحتى خلال المباراة الماضية كان شكله متزن وفريق قادر أن يروح إلى أبعد من اللي شفناه اليوم لكن كل هاي الظروف حفزت اللاعبين أنا نفس ما ذكرنا في الاستديو قبل وهزاع أن هذه الفرصة الأخيرة ولا يمكن أن تتصور أفضل من هاي العودة في الدور الثاني بهذه الطريقة أنك تفوز على المصدر تقدم مستوى كبير فنياً معظم لاعبين كلهم يكونون في الفورمه كلهم يسجلون كلهم حتى البدلاء اليوم بهزاع كل اللي دخلوا اليوم كان لهم دور في في تسجيل الاهداف في المباراه عوده اجانبك الى المستوى اللي انت كنت تبحث عنه الاجواء العامه اللي 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 تودي اي فريق اسامه الى الافضل كلها توفرت في مباراه اليوم علشان كذي نحن نقول هذا الشيء اللي فرحنا هذا الشيء اللي يفرح الجميع